والموقع ده اللي هو طابا. القوات الطارئة الدولية بتاعت الأمم المتحدة أنهت مهمتها وخرجت. نعم. تعالى يا مصري استرد الأرض بتاعك، وسلمته الأرض والضابط ده اسمه كده. دي كانت شهادة قوية جدا، إنها من واحد له مصري وله إسرائيلي ولا غيره. نعم. وهكذا. نعم. فريق كمان حصل عليه جاء كشاهد وأصر إن هو يجي شاهد. وأنا أذكر يعني إحدى هذه الجلسات وهو جاء مقعد رئيس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المخابرات، وجاي على على كرسي مقعد فريق اول كمال حسن علي. نعم. ودخل على اصر انه يشهد. اصر انه يشهد ان طابه مصريه. طب ويتكلم عن اللقاءات اللي جمعته بشارون، وشارون يقول ايه وهو يرد عليه يقول ايه. نعم. وركبوا الطيارات يوم ايه ويوم ايه. نعم. وشاوروا له على الموقع وقال له الحفره ديت هي دي العلامه 91 وانتوا شلتوها. نعم. وربطوها في البحر لما ظهرت بعد كده العلامة. ولما دخل الفريق كمال حسن علي، يعني أنا أذكر أن حتى الوفد الإسرائيلي، إحنا مصريين أمنا احتراما لشخصه ولدور الوطني، الإسرائيليين قاموا الوفد الإسرائيلي وأدوا له التحية العسكرية. دي لازم تشهد لصالحه اللي قاله ده راجل عسكري له احترامه وتقديره. نعم. الحقيقة جهد متنوع. المحكمة راحت طابة مش كده؟ بعد كده بقى آخر خطوة بعد الشهادة. آه. المحكمة قالت في حاجات تساعدني إن أنا أروح أشوف على الطبيعة. نعم. هل العلامة تبقى هنا ولا هنا؟ نعم. يمكن لقيت أي دليل جنبها. نعم. فلقيت مثلا العلامة 91 الحفرة. وما فيش علامة 91 خالص. نعم. موجودة. إسرائيل غيرت المعالم. غيرت المعالم. آه. وإيه يعني أنا أذكر إحنا حصلنا برضو عن طريق يعني جهاز الأمن الوطني المصري. آه. وفانا. انا هبعت لكم جريده معارضه اسرائيليه. بس هي جريده معارضه. فطبعا ما نقدرش ناخد كلامها. كتبت ايه الجريده دي واحنا قدمناها للمحكمه؟